نظمت هيئة البحرين للثقافة والآثار ملتقى الشباب للتراث الثقافي غير المادي في الصالة الثقافية بحضور عدد من طلاب المدارس. جاء الملتقى احتفاءً باليوم العالمي للتراث الثقافي غير المادي الذي أطلقته منظمة من اليونسكو لأول مرة هذا العام بهدف تعزيز وعي الشباب بدور التراث الثقافي غير المادي في الحفاظ على الهوية البحرينية. وخلال الملتقى تم التاكيد على اهميه التقاليد الشفويه وفنون الاداء والممارسات الاجتماعيه في تشكيل الثقافه المحليه مع التجديد على ضروره الحفاظ عليها من الاندثار